على هامش فعاليات كوب 27 نلتقي مع سيادة النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك. مساء النور. مساء النور. بالتأكيد لجنة العلاقات الخارجية كان لها دور كبير في التحضير لكوب 27 قبل يعني انعقاد المؤتمر، وأعتقد كمان في دور كبير أثناء انعقاد المؤتمر وحتى فيما بعد المؤتمر. يمكن لجنة العلاقات الخارجية حرصت برئيسها وأعضائها على استقبال يعني عدد من سفراء وزارة الخارجية اللي بيعملوا على الإعداد لهذه القمة، وراجعنا لعدد من الإجراءات وعدد من المحاور المتعلقة بهذه القمة. رؤية الوفد التفاوضي المصري أو الجانب التفاوضي المصري الممثل من وزارة الخارجية وعدد من الوزارات المعنية في التعامل في قضايا المناخ، ماذا تريد مصر وما هي الخطوات المرجوة من انعقاد هذه القمة. حقيقة أن تم تسمية هذه القمة بأنها قمة التنفيذ، الهدف هو تنفيذ التعهدات الدولية التي لم تنفذ بعد من القوى الكبرى والقوى المختلفة، سواء كانت تعهدات مالية أو تعهدات سياسية في التعامل في قضايا المناخ. حقيقة أن قضايا المناخ لها شقين، شق فني بيتعامل فيه المهتمين بقضايا البيئة والشخصيات اللي عندها جانب فني عالي في التعامل في قضايا المناخ والحد من الانبعاث الحراري وغيرها من الأمور، وأيضا الإجراءات الخاصة بالاقتصاد الأخضر. وهناك شق سياسي دبلوماسي متعلق بالاتفاقيات بين الدول. عندنا اتفاقية إطارية هي اتفاقية باريس، لكن هذه الاتفاقية تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى وجود مزيد من الالتزامات الواضحة بجدول زمني واضح على كل الأطراف الدولية، لأنه في أطراف ما زالت لم تصل إلى الحد من التفاعل في التعامل في قضايا المناخ والالتزامات الخاصة بها حتى هذه اللحظة. وأعتقد أن ده جانب يجب أن نعمل عليه من خلال هذه القمة بشكل مكثف، وتخضع عليه رقابة من جانب لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في تعامل وزارة الخارجية في هذه الملفات بما يصل إلى الحد اللي بيحقق مصالح مصر وإفريقيا ومختلف الدول النامية فيما يتعلق بقضايا المناخ. أهم الأطروحات أو المحاور اللي كانت بتشتغل عليها اللجنة فيما قبل الكوب أو أثناء الكوب لمسألة يعني تحقيق فعلا أنها تكون قمة تنفيذ وليست قمة تعهدات زي ما كنا بنشوف في القمم السابقة لقمم المناخ؟ يمكن احنا كنا بنطمئن دائما على الاجراءات المتعلقه بالتحضير لهذه القمه، والحقيقه انه بوجودنا النهارده على الارض احنا بنشوف التحضير فوق الخيال، ويعني بيرقى لاعلى الترتيبات اللي تمت في هذه القمه. والحقيقه ده باشاده من الجميع، كل الوفود الحاضره، نحن نحتك بكل الوفود الحاضره سواء كان ممثلين لحكومات او برلمانات او منظمات مجتمع مدني. الجميع بيشيد بالتحضيرات المصرية وبالإعداد المصري الرائع والراقي لهذه القمة. على الجانب الآخر فيما يتعلق بالفنيات في هذه القمة، ما يدور من نقاشات، ما يدور من حوارات، الحقيقة أنه زخم هذه القمة وقوتها فأنه يلتقي الجميع، أطراف حكومية مع منظمات مجتمع مدني مع نشطاء مهتمين بالبيئة، ويتناقش الجميع ويتحاور في إطار وجود رؤية للتعامل في قضايا المناخ. الحقيقة قضايا المناخ كمان لها بعد، أصبح بعد خطير فيما يتعلق بالنزوح الجماعي والهجرة غير النظامية بسبب التغيرات المناخية، فده أيضا بعد هام يجب أن نركز عليه لأنه بيمثل مساس مباشر بالسلم والأمن الدوليين، وبالتالي ده أحد الأهداف الرئيسية التي يجب أن نعمل عليها جميعا في إطار التنسيق من جانب الأمم المتحدة في قضية أصبحت لم تعد قضية متعلقة بالرفاهية ولا قضية، إنما هي أصبحت قضية وجودية يجب أن نعمل عليها جميعا. في بعد آخر أنا بعتقد بعد هام، أنه استضافة مصر لهذه القمة وسعت من الوعي الشعبي العام والاهتمام من جانب الشعب المصري بقضايا المناخ، وأصبحت قضية محل اهتمام شعبي وقضية يعني لها جانب كبير من الوعي في الجانب الداخلي المصري. وأعتقد ده مكسب كبير في أنه يبقى أصبح عندنا أجيال مهتمة بقضايا المناخ وبتعي خطورتها، في ظل أنه مثلا محافظة الإسكندرية من المحافظات المهددة بسبب التغيرات المناخية، فبالتالي إحنا أصبح تغير المناخي مهدد رئيسي لينا، وأصبح هناك مصطلحات جديدة متعلقة بتهديدات الأمن المناخي وغيرها من الأمور اللي ظهرت في عالمنا اليوم.
لأي مدى شايف أنه قادة الدول الصناعية اللي هي بشكل كبير مسببة لتغيرات المناخ جادة هذه القمة في أنه يعني تفعيل مسألة التمويل، مسألة تمويل كمان المشروعات الخاصة بالتكيف؟ ويمكن سيادة الرئيس قال في كلمته في افتتاح هذه القمة أنه يعني علينا مسألة بناء القدرات على التكيف، توفير التمويل اللازم، وأنه يعني خلاص ما فيش وقت أنه بعد هذه القمة ما يتمش تنفيذ هذا. الحقيقة أن الدول الكبرى في هذه القمة بعتقد أنا بميل إلى جانب إيجابي من مزيد من الالتزامات وتنفيذ التعهدات، لأنه ده محل انتقاد في هذه القمة. هذه القمة هم ينتقدوا، يتم انتقادهم من الحضور ومن المشاركين من مختلف الأطراف ومن مختلف البلدان، أنه لا تنفيذ حتى الآن بالقدر الكافي للتعهدات الدولية. فبعتقد أن ده شق. الشق الآخر أنه ما تم ولمسته أوروبا على مدار يعني عدة شهور الماضية من حرائق في بعض البلدان، من جفاف لبعض الأنهار، ده أدى إلى أيضا الشعور بأنه التغيرات المناخية أصبحت على مقربة شديدة، وبالتالي ده أيضا ليه تأثير في الحضور وفي المشاركين. فبعتقد أن هذه الأمور ألقت بظلالها على القمة الحالية، وهيكون لها أثر إيجابي في تنفيذ التعهدات اللي تمت على مدار القمم الماضية، واتخاذ مزيد من التعهدات من خلال القمة الحالية، من خلالها أن تكون بالفعل قمة التنفيذ، ونرى هذا التنفيذ على يعني أرض الواقع خلال الفترات المقبلة في مشروعات وفي تمويل مستدام لكل ما يضمن الانغماس في الاقتصاد الأخضر بما يكافح ويواجه أي تغير مناخ. المشروعات الخضراء اللي تمت في مصر، وإحنا لسه من أيام كنا بنتحدث عن الوقود الأخضر في قناة السويس وأول إنتاج لهذا الوقود الأخضر، إلى أي مدى ده بيفيد في المفاوضات مع الدول؟ مسألة أنه إحنا خلاص بقينا مهتمين بمسألة الأشياء الصديقة للبيئة، بنتكلم على مدينة شرم الشيخ بالكامل بقت مدينة صديقة للبيئة، جهود كبيرة اتعملت علشان نشوف ده، ونشوف حدائق مركزية اتعملت بشكل كبير جدا عشان نقدر نحافظ على مسألة الطقس وتغيرات الطقس. إلى أي مدى شايف ده الطاقة الشمسية وكل اللي اتعمل هنا في البلد بالطاقة الشمسية، وضيوف مصر الكرام رأوا ده وشافوا قد إيه مدينة شرم الشيخ بقت صديقة للبيئة؟ يعني بالفعل طبعا يعني من يتواجد في شرم الشيخ سيجدها مدينة يعني صديقة للبيئة 100%، وكل شيء هنا هو نموذجي فيما يتعلق. أقف عند الكلمة دي، كلمة المدينة النموذج، هل إحنا بنضرب بشرم الشيخ المثل في مسألة أنه إلى أي مدى الدول النامية بتتكلف علشان تحول مدينة لمدينة صديقة للبيئة؟ وهنا نقف عند قضية التمويل. بالظبط. أنا بعتقد أن من أنجح الحاجات اللي تمت في هذه القمة أن احنا قدمنا المدينة النموذج، أنه شرم الشيخ تحولت إلى نموذج للمدينة الصديقة للبيئة، وأنه هذا النموذج يجب أن يحتذى به ويجب التوسع فيه، وأنه احنا بالفعل من خلال تقديم هذا النموذج أنه احنا قادرين على التكيف مع ما هو صديق للبيئة والقدرة على التوسع فيه وتنفيذه بشكل كبير. الحقيقة أن التمويل بالتأكيد، تمويل المشروعات الصديقة للبيئة هي أكبر التحديات القائمة، وبالتالي هناك حديث حول أنه الدول الكبرى الصناعية التي تسببت في ارتفاع درجات في المعاناة من التغيرات المناخية عليها دورا كبيرا في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة في مختلف الدول، وهذا الدور يعني بيلقي بظلاله عليهم بأنه يلعبوا دور بشكل أكبر وأكثر التزام في تعهداتهم الماضية. إضافة لده أنا بعتقد أنه يعني من خلال هذه القمة مصر بتقدم وجه حضاري ووجه عظيم في قدرتها على استقبال قمة هي بتعد من أكبر القمم عدديا من جانب الحضور واهتماما من جانب المجتمع الدولي ككل. فبالتالي الدولة المصرية حققت مكاسب كبيرة في وجهها الحضاري وفي استقبالها لهذه القمة وتنفيذها بهذا الجانب العالي من النجاح والقدرة على تقديم نموذج رائع في إدارة هذا المؤتمر. صحيح. أخيرا سيادة النائب، عايز أسألك عن إدراك بند الخسائر والأضرار، ويمكن المجتمع الدولي بأكمله شايف أنه ده بند يعني مكتسب كبير جدا بالنسبة لنا، ومن أهم يمكن مكتسبات القمة الموافقة من قبل الدول الصناعية على إدراك هذا البند، لأنه لطالما تم رفضه خلال القمم السابقة.
الحقيقه ده من البنود اللي هي محل جدل، وبعتقد ان في قوه دفع، واحنا من خلال المفاوضات الجاريه الان، وكل دوله بالتاكيد لها يعني وفد تفاوضي بيدير عمليه المفاوضات، بعتقد انه هيكون في ظل ما يعني تناولناه، وانه اصبح في اوضاع جديده بتلقي بظلالها، بعتقد ان البند ده هيكون قد يكون له هذه المره يعني جانب من التوفيق في اقراره وفي اتفاق الحضور حوله، واعتقد انه من البنود الهامه للغايه التي يجب حسمها والعمل عليها. فانا يعني بميل الى جانب ايجابي من ان هذه القمه ستستطيع ان تكسب الكثير والكثير من البنود ومن الرؤى اللي هتكون في اطار قانوني واتفاق متبادل ما بين الاطراف لتنفيذ خلال فترات زمنيه محدده. والحقيقه انه لا يفوتنا ان نتحدث عن الاشاده ب يعني ما حققته مصر من مشروعات فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر. مصر نفذت بالفعل محطات كبرى للطاقه الشمسيه ولطاقه الرياح، وبعتقد ان الرؤيه المصريه خلال الفتره المقبله ان تتوسع في هذه المشروعات، لانه مصر من الدول المرشحه بقوه في ظل اننا دول يعني تتمتع بشمس على مدار العام، ولديها ايضا مناطق مؤهله بشكل كبير لطاقه الرياح. فبالتالي مصر ايضا من الدول اللي بيشهد لها انها ستكون نموذج كبير للاقتصاد الاخضر، وبالتالي ده ايضا جانب هام يشيد به كل الحضور هنا، ومصر استطاعت ان تقطع فيه شوطا كبيرا خلال المرحله الماضيه. صحيح، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده النائب طارق الخولي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا.